في الوقت الذي تطلق فيه الهند خطة تكلفتها 18 مليار دولار لنشر كابلات الفايبر أوبتيك أو الألياف المصرية البصرية حتى تصل الشبكة العنكبوتية إلى كافة الولايات والأقاليم، تواجه السلطات مشاكل مع القردة التي تتغذى على تلك الكابلات في مدينة فارناسي، فالفريق المكلف بمد شبكة الكابلات الجديدة اضطر إلى تغييرها بعد شهرين من تركيبها بعد أن أكلتها القرود.